صباح الخير. بعد نهاية مباراة الوحدات ومعان، استمر الحال كما هو عليه بالنسبة لأندية الصدارة، وحدات الفيصلي والحسين نفس الرصيد النقطي للوحدات والفيصلي، وفارق نقطتين عن نادي الحسين، وجولات قادمة حاسمة، وأندية راح تلعب مع بعض. الفيصلي حيواجه الحسين، والوحدات حيواجه الحسين، والوحدات راح يواجه الفيصلي. ما في خلاف انه اعصاب جماهير الوحدات احترقت يوم امس قبل ان يسجل الفريق هدف الفوز في الدقيقة 88 بواسطة النجم انس العوضات. ربما البعض يتحدث انه كان في مبالغة بالفرحة الوحداتية بهذا الفوز، انه المفروض الفريق حقق فوز سهل، فوز كبير على نادي بينافس على الهبوط. لكن احيانا بدك تعرف انه هذا الفوز اللي اجى بوقت متأخر بالدقيقة 88 ابقى الوحدات بالصدارة، أبقى الوحدات متشاركة نقطيا مع الفيصلي بالمركز الأول، وأنه لو هاي المباراة ما انتهت بهاي النتيجة راح تعمل تأثيرات كبيرة على فريق كرة القدم في نادي الوحدات، راح يتخلف عن الصدارة، راح تأثر عليه معنويا، راح تأثر عليه نفسيا، راح تعمل أشياء كثيرة سلبية للفريق. لكن إنك رغم ما بتمر فيه من تراجع كان مستوى فني أو تراجع في الأداء، عم بتحقق انتصارات، عم بتحقق انتصارات وانت لسه موجود وبالصدارة. يعني انت قادر، اذا في حالة استعدت مستواك وحالتك الطبيعية واستعدت لعيبتك الغايبين، قادر مع الروح المعنوية العالية مع الإعداد النفسي الجيد، قادر انك تنافس وتاخذ البطولة، خاصة انه مباريات الحسم على ملعبك، خاصة انه عندك جميع مبارياتك راح تكون امام جماهيرك وملعبك. انا بعرف دايما الفوز هو اكبر محفز، الفوز هو اكبر محفز لاي فريق ولاي لاعب. فوز الوحدات يوم امس يمكن توقيته كان صعب، بس لو تشوف المشهد والسيناريو ممكن يكون هذا الفوز محفز كبير للفريق، لأنه يعني قدر يسجل في الوقت القاتل. وحتى نكون منصفين، يعني دائما كنا ننتقد أداء الوحدات خاصة بالشوط الثاني، إنه بيسجل هدف سريع وبتراجع بالشوط الثاني وبيسمح لمنافسينه يتقدموا عليه في الملعب. أنا مقتنع إنه يوم أمس صحيح بنلعب مع معان، قدم الوحدات أفضل شوط ثاني إله في آخر 11 مباراة. ممكن واحد يقول لي ليش بتحكي هيك؟ لأنه ما شفنا الوحدات بضغط وشرس هجوميا، شرس هجوميا وشرس بالانقضاض بالشوط الثاني مثل ما كان يوم أمس. لأنه دائما الوحدات كان يكون مخلص المباراة الشوط الأول بهدف وبيحاول يدافع عن الهدف، لكن فرضت عليه نتيجة التعادل يوم أمس انه نشوفه ضاغط بالشوط الثاني، ضاغط لوقت ويبحث عن تسجيل الهدف، وهذا اشي منطقي وطبيعي انك انت فريق بينافس على الصدارة انك تضغط بالشوط الثاني وتحاول تسجل الهدف. اكيد في اشياء كثيرة فنيا لازم ينحكى عنها اكيد، يعني لكن هذا فيديو سريع. اكيد في اشياء لازم تتحل، اكيد لازم يكون شغل فني وشغل معنوي، لكن هذا الفوز مهم، هذا الفوز له تأثيرات كبيرة، هذا الفوز خلى الوحدات في الصدارة، هذا الفوز خلى الوحدات يفكر في مبارياته الحاسمة وهو بنفس الرصيد النقطي لمنافسه، هذا الفوز حمل فريق انه ينهار، يعني انه لانه لو انت ما فزتش ممكن يتسبب ذلك في انهيار فريق كرة القدم. المرحلة السابقة كلها، يعني احنا اكيد انا من الناس اللي انتقدوا كثير، يعني انتقدوا كثير المرحلة السابقة، بس هاي مرحلة دعم ومرحلة تشجيع ومساندة، 22 يوم توقف، إذا استغلهم الوحدات صح وإذا رتب أمور الفريق
بتشتغل كمان على الحالة المعنوية، لأن أنا مقتنع إنه 70% من حسم الدوري راح يكون حالة معنوية، شراسة لعب، شراسة أداء، حماس، عطاء، بالإضافة إلى حل بعض الأمور التكتيكية. فإذا الوحدات اشتغل هيك ممكن يبني على هذا الفوز، مش الفرحة إنه فزت على إنه الوحدات، مع احترامي لنادي معان إنه فاز عليه بهدف، الفرحة إنه الوحدات عانى في المباراة واحترقت الأعصاب في المباراة، ولكنه مع كل الضغط ومع كل الضغط كان عاجز إنه يسجل، لكن في الدقيقة 88 أنس العوضات سجل هدف مهم وحاسم، وعاد الوحدات لحالة مختلفة، لأنه لو الوحدات صفرت النهاية والتعادل كثير الأمور كانت هتختلف. هذا دوري، أكيد النقاط فيه مهمة وتجميع النقاط فيه مهمة، أكيد في كثير علامات استفهام على الأداء وعلى مرحلة كاملة من 11 مباراة فيها تراجع فني وتراجع بالأداء، لكن آخر 3 مباريات الوحدات بحقق الفوز، صح بحققهم بصعوبة لكن بحقق الفوز، وأنا بعرف إنه الفريق اللي بيضل يفوز حتى بالظروف هاي ممكن يجي وقت ويحقق انتصار كبير، انتصارات كبيرة يستعيد حالته، لأنه لو الوحدات ما فاز على شباب الأردن رغم إنه ما قدم مباراة عالية، ولو ما فاز في الأسبوع الماضي على الصريح وهو ما كانش بحالة جيدة، ولو ما فاز يوم أمس على معان كان وضعه اختلف، كان الوحدات خرجوا من المنافسة. الفوز كثير مهم، توقيت الهدف كثير كثير مهم، انه انت استمريت تلعب حتى النهاية. الوحدات الآن أمام فرصة كبيرة يرتب أموره، 21 يوم يشتغل مع اللاعبين، أنا هذا الحكي حكيته، يرفع حالتهم المعنوية، في لاعبين راجعين من الحرمان، في لاعبين راجعين من الإصابة، ترتيب الأمور التكتيكية والفنية وشغل إداري فني متكامل، قرارات فنية إدارية مفروض تكون موجودة. الفريق راح يلعب على ملعبه أمام جمهوره، ما بيزبط على ملعبه أمام جمهوره ما يقدم أداء ممتاز. المباريات القادمة حتى مختلفة، يعني التكتلات الدفاعية هاي الكبيرة، يعني أنا يوم أمس بصراحة معان قدم مباراة دفاعية على أعلى مستوى وهذا حقه، لأنه هو النقطة مهمة إله، يعني متاريس دفاعية كل فريق كان يلعب دفاع، ممكن بالشوط الثاني مع ضغط الوحدات الزايد، مع لياقة، مع تراجع اللياقة، بدل ما يدافع من نص الملعب رجع دافع من أمام منطقة الجزاء من جزائه، وكان مفروض الوحدات يفعل التسديد من خارج منطقة الجزاء وهو عم بيلعب أمام خط دفاعه، لكن هي بالنهاية أداء دفاعي وأداء قتالي من أجل نقطة لفريق بينافس على الهبوط وهذا حقه المشروع طبعا. فقدرة الوحدات إنه بيستمر لبعد الدقيقة 90 أو إنه يسجل هدف في الدقيقة 88 خلتنا نحكي إنه اللي كان يصير بالمباريات السابقة بالشوط الثاني تراجع غير مبرر، إنه الوحدات قادر يلعب شوط ثاني أحسن من الشوط الأول. ممكن نبني على هاي الأشياء. أنا بحكي لجمهور الوحدات هاي المباراة مهمة والفوز فيها مهم، حتى لو كان المنافس بعيد عنك بفارق النقاط، حتى لو كان المنافس عم بتعرض في الأسابيع السابقة لخسائر كبيرة، الفوز خلاك تضل بالصدارة، خلاك تضل بالمنافسة، خلاك تستقبل منافسينك وتلعب معهم وانت متساوي مع الفيصلي وانت أكثر من الحسين بنقطتين. ممكن تبني على هذا الفوز وممكن تشتغل على هذا الفوز. أكيد فترة التوقف، أحيانا فترات التوقف بتغير فيها كل شيء، أحيانا بتكون أنت في القمة وياما كان الوحدات في القمة وبعد فترة التوقف يتعثر، وأحيانا أنت بيكون عندك مشاكل فترة التوقف بتخليك تعيد حساباتك وتظبط فريقك وتحسن أمور فريقك وترفع مستوى اللاعبين وتحسن مستوى اللياقة، أشياء وترفع الحالة المعنوية. الفوز يا أخوان بجيب فوز، حتى لو جاء الفوز متأخر، الفوز بحسن مستوى الفريق، الفوز بحل مشاكل ما بيزيد مشاكل، خاصة في توقيت متأخر، يعني الخسارة في هذا التوقيت أو التعثر في هذا التوقيت صعب تعويضه. كثير شباب يعني بعد اللي حكاه الكابتن عماد إنه مصور لي فيديو وأنا هيك شوي بحضر المباراة
شوي أعصابي مشدودة، بطالبوني بالفيديو، بس أنا أعطيكم أقل من دقيقة حضيفه لهذا الفيديو، لأنه عشان تعرفوا قديش الفوز كان مهم، لأنه إجا بعد احتراق أعصاب. فأنا كانت مثل ما أنتم أعصابكم محروقة، أنا كانت أعصابي أيضا محروقة. ألف مبروك للوحدات، ألف مبروك للوحدات، منافسة قوية. الأندية كلها اللي بتنافس على اللقب راح يكون راح تقاتل من أجل اللقب. الفيصل بيمر بحالة كبيرة جدا، ارتفاع مستوى عالي وانتصارات كبيرة، أكيد راح يقاتل من أجل اللقب. الوحدات أكيد هذا الفوز راح يخليه قاتل من أجل اللقب. والحسين أربد الفريق المدجج واللي عنده منظومة عمل أكيد راح يقاتل من أجل اللقب. وإثارة الدوري هذا الحالي بهاي المنافسة الكبيرة بين 3 أندية على اللقب. نلتقي لاحقا مساء في البث المباشر المعتاد. شكرا لكم جميعا. والله يا كابتن صارت صعبة شوي. ها يا كابتن، سكرت هو قاعد كابتن اعصابك. قعدنا كثير 37 جول اجى فيهم اليوم ولا غلطه.